وللحديث عن دلالات ترسيم الحدود البحرية في المتوسط بين لبنان والاحتلال الصهيوني، معنا من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك معنا. مساء الخير. هل صحيح أن هذه الصيغة التي جرى الاتفاق عليها تستحق أن توصف بالاتفاق التاريخي؟ بداية يجب الإضاءة على ما جرى في السابق قبل الإعلان عن هذا الاتفاق. المفاوضات استمرت لمدة 10 سنوات بين الرئيس بري عبر الوسيط الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق، وعام 2020 أعلن الرئيس بري من دارته في لبنان عن الاتفاق الذي سماه الاتفاق الإطار. وتبين لاحقا أن هذا التفاهم أو هذه المفاوضات التي استمرت لمدة عقد من الزمن تمت بين الرئيس بري بمباركة حزب الله والتيار الوطني الحر دون علم الدولة اللبنانية وسلطاتها الرسمية وخاصة السلطة التنفيذية. ثم جاءت المفاوضات اللاحقة على أساس أن يكون هناك لجان فنية تدرس طبيعة الاتفاق وما هو الاتفاق وكيف يصل لبنان إلى حقوقه في المياه البحر المتوسط، إلى أن تم الإعلان عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق اليوم لا يعطي لبنان حقوقه، بل أخذ من لبنان كثيرا من حقوقه. ورئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين يقول أن لبنان خسر 80% من حقوقه في حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، وهو رئيس لجنة التفاوض، وهو كان قد اعترض على التخلي عن الخط 29 الذي أعلن الرئيس عون تخليه عنه مباشرة عبر الوسيط الأمريكي، وأبلغ الكيان الإسرائيلي بهذا التنازل دون إبلاغ الوفد المفاوض، وهذا ما كان أشار إليه العميد بسام ياسين مسؤول لجنة التفاوض المكلف من قبل الجيش اللبناني. والجيش اللبناني كان قد قدم خرائط ووثائق تثبت أن الخط 29 هو الخط الأساسي الذي يجب أن يفاوض من خلاله لبنان. كما تبين مؤخرا بعد العودة إلى اتفاق 17 أيار عام 1983 والذي تم توقيعه خلال الاحتلال الإسرائيلي، أن الخط 29 كان من ضمن الحدود البحرية اللبنانية، وأن لبنان كان حدوده كانت تشمل حقولا إضافية أخرى قد خسرناها الآن نتيجة هذه المفاوضات غير المنصفة، والتي جاءت نتيجة حاجة حزب الله وإيران إلى تهدئة الساحة اللبنانية وتأمين الاستقرار وبالتالي الحصول على المال اللازم لبقاء حزب الله مهيمنا على الساحة اللبنانية وممسكا بالساحة اللبنانية. هذا هو السؤال الآن. هذا المقابل الذي تفضلت عنه يحيلنا إلى سؤال آخر حول موقف حزب الله الذي كان موقفا متعنتا في المرحلة السابقة. كيف تغير؟ ما الذي طرأ؟ وكيف يمكن وصفه في هذه الفترة؟ حزب الله منذ سنوات ومنذ تسلم الرئيس عون السلطة في لبنان بدأ يمسك بكافة مفاصل السلطة اللبنانية، بكافة مفاصلها الدستورية والحكومية والإدارية، ولكنه عجز عن إدارتها نظرا للعجز المالي، للفساد والهدر المستشري داخل حزب الله كما داخل السلطة اللبنانية. لذلك وصل إلى مرحلة هو بحاجة فيها إلى الأموال لمعالجة المشاكل الاقتصادية والخروج من حالة الانهيار المالي، وإيران في حالة عجز كامل. وعندما تقدمت إيران بالعرض أنها سوف تقدم مادة المازوت أو الديزل والبنزين إلى لبنان، فشلت في هذه المهمة وقدمت ليس أكثر من باخرتين من النفط، وتوقفت عن تقديم نفط لاحقا. ثم تحدثت الآن عن تقديم الفيول لتشغيل معامل الكهرباء، ولكن حتى الآن لم يتم شيء من هذا العرض. لم يتم لا توقيع اتفاق ولا وصول مادة الفيول، ولبنان إلى الآن يعاني من أزمة كهرباء يعني قاتلة، وحتى لا نحصل على الكهرباء إلا ساعة كل بضعة أيام. لذلك كان لابد من الوصول إلى حل يسمح لحزب الله بالوصول إلى أبار الغاز والنفط والحصول على المال اللازم لإعادة سيطرته وهيمنته بالكامل على الساحة اللبنانية. وهذا ما أشار إليه نصر الله منذ شهر حزيران عندما رفع الصوت وأعطى مهلة زمنية لتحقيق الاتفاق أو إنجاز الاتفاق، رابطا الترسيم بالتنقيب والإنتاج. وهذا ما استغلته إسرائيل أيضا بحيث فرضت شروطها، لأنها تدرك حاجة حزب الله إلى أن يبقى لبنان مستقرا تحت هيمنة حزب الله، ولكن بعد أن أخذت كل ما يمكن لها أن تأخذه من ثروات لبنان الاقتصادية ومن إعادة ترسيم الخط البحري بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها الاقتصادية والأمنية. وهذا ما أشار إليه الرئيس الوزراء الإسرائيلي
أن المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل قد تحققت بالكامل. قد تحققت، وبالإضافة لما تفضلت به نذكر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر، هو عندما قال بأن موافقة حزب الله وميشيل عون على ترسيم الحدود هو اعتراف بإسرائيل. هناك بعد سياسي أيضا سيد حسان في هذه المسألة، وقال أنهم لم يعترفا فقط بإسرائيل بل أصبحا شريكين تجاريين. هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم، يجب الإضاءة على نقطتين هنا. النقطة الأولى هي أن الرئيس بيري يرفض حتى الآن عرض الاتفاق على المجلس النيابي للاطلاع عليه والموافقة عليه، لأن المعاهدات والاتفاقات التي تتعلق بالثروات الاقتصادية والمساحة الجغرافية يجب أن تعرض على المجلس النيابي، لأنها ليست مسألة حزبية وليست مسألة سياسية تحتمل وجهات نظر مختلفة، بل هي عملية تقنية يجب أن يوافق عليها الشعب اللبناني ممثلا بالبرلمانيين اللبنانيين. ولكن حتى الآن يتم رفض عرض هذا الاتفاق أو المعاهدة على المجلس النيابي، وهناك ضغط من قبل الكثير من النواب والكتل النيابية حتى تصل إلى عرضه بشكل كامل وواضح على جمهور اللبنانيين ليعرف ما حقيقة ما جرى وما حقيقة هذا الاتفاق. في الشأن الآخر هنا نتكلم عن الترسيم على أنه هو ترسيم حدود، وترسيم الحدود يكون بين دولتين جارتين، فلا يستطيع حسن نصر الله بعد اليوم أن يقف ويقول الكيان الغاصب والكيان الصهيوني والعدو الصهيوني وفلسطين المحتلة لقد تخلى عن كل هذه الشعارات مقابل الحصول على بعض المال الذي هو بحاجة إليه، لأن إيران عاجزة عن تمويله نتيجة العقوبات. الآن ما هو موقف حزب الله وإيران من القضية الفلسطينية؟ كيف ستتعامل مع الفصائل الفلسطينية؟ ما هو موقف حركة حماس وحركة الجهاد المتعاونة مع إيران حتى الثمالة مع الأسف الشديد؟ ما هو موقفها من هذا الاتفاق؟ هذا الترسيم معناه أننا اعترفنا بأن هناك كيانا اسمه إسرائيل، هي دولة مستقلة ذات سيادة، وقد رسمنا الحدود البحرية ولاحقا سوف يتم ترسيم الحدود البرية، وبالتالي لا يعود هناك كيانا مغتصبا. اسمح لي سيد حسان بسؤال أخير في دقيقة لو سمحت، بعيدا عن ما تفضلت به في الأسئلة السابقة أو في الإجابات السابقة، هل تعتقد أن لبنان قادر بالفعل على استخراج الغاز والاستفادة منه؟ وما الضامن ألا يقوم كيان الاحتلال بالطلب من شركة توتل أو الضغط عليها بإيقاف أي تطوير في حق القانا؟ ما تسرب حتى الآن يدل على أن إسرائيل هي المتحكم بكافة مفاصل التنقيب والإنتاج، لأن شركة توتال هي قد وقعت العقد مع إسرائيل وسوف تتعاون مع إسرائيل، وإسرائيل أعلنت أنها سوف تحصل على 17% من الأرباح من شركة توتال من حصة لبنان، وبالتالي السلطة اللبنانية تقول أنها لم تتنازع عن أي جزء من حصتها لإسرائيل، ولكن الواقع يقول عكس ذلك تماما. ثم أن حقوق التنقيب والمتابعة والموافقة كلها مرهونة بالموافقة الإسرائيلية، أصبح بالفعل لبنان شريكا لإسرائيل من خلال موقف الرئيس اللبناني ومن خلال موقف حزب الله بالتعاون مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا. هذا الواقع الأمر مع الأسف الشديد. جزيلا الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا من لبنان، شكرا لك.